السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري. إذا كنتم تشوفوا قناة لأول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش كل فيديو جديد هبطوا تشوفوه. فيديو تاع اليوم جبت لكم وصفة بالبطاطا سهلة وسريعة التحضير ومذاقها ولا أروع. حتى المكونات راهي متوفرة في كل منزل. المكونات اللي نحتاجها والمقادير كالآتي: نحتاج نصف الزر تاع الدجاج ولهلاديم الكمية حسب أفراد العائلة، حبة بصل تكون صغيرة ما تكونش كبيرة، زوج حبات بطاطا، ربع بيضات وجبن. نبدأ بطريقة التحضير. لهنا راح تشوفوا الوصفة تجيكم بنينة في نفس الوقت ما تديش الوقت. نجيبو كاسرول نحطو فيها نصف صدر الدجاج، نجيبو الحبة تاع البصل نقطعها بطريقة عشوائية، ماكلاش تقطعها مكعبات خاطرش باكا راح نصفي لاصوص. نضيفو كمية الملح، كركم، وكمية من التابل، فلفل أسود. هذه هي الخطوات تحبوا ديروها في الكاسرول، ولا تقدروا تستعملوا حتى طنجرة الضغط باش ما تحكموش الوقت بزاف في طياب الزر تاع الدجاج. نضيفوا ملعقة تاع زيت ونضيفوا عليها الماء ونخلو حتى يطيب صدر الدجاج. كي يطيب ترجعوا نكملوا باقي الوصف. المرحلة الثانية، فوق من لابلونش نبدأ نقطعوا البطاطا الى مكعبات. نعرفوا ان البطاطا نحبوها بزاف، ديما نديروها في الوصفات تاعنا. هذه الوصفة ما تديلكمش الوقت وسهلة ومن في نفس الوقت راهي بنينة. تحضرها في دقائق. لازم نقطعها مكعبات وبكا راح نخلاها في المقلاة في الزيت. المكعبات قطعوهم بالطريقة هذه، شوفوا الحجم تاع الحبة هذا الشكل تاعها. بعد ما كملت قطعت البطاطا شوفوا الشكل تاعها. هذه الكمية راح نستعملها درك. راح نملحها بالملح ونحط مقلاها في الزيت بطريقة عادية كيما في نقلوا البطاطا، تخليهاش تحمر بزاف. الجبن هذا هي الكمية راح نستعملها، بيضة مسلوقة، صدر الدجاج راهو طاب، وهذه الصلصة تاعو بعد ما طاب حكمت صفيتو باش تحصلوا على الصلصة هذه. درك نبداو نوجدوا الكراطا تاعنا. انا اخترت هذه الصينية على شكل دائري وانتم لكم الاختيار كما تحبوا. دهنتها بالزبدة، نحطوا الكمية تاع البطاطا، فوق منها نحط الجبن. انا استعملت لهنا الجبن تاع مثلثات وتقدروا تستغنوا على الجبن، غير نعرفوا انه الجبن كي نديروه في الكراطا يجي بزاف بنين. استعملوا كمية كما حبيتوا. انا لهنا درت كمية لا بأس بها، درت علبة كامل يعني راح نستعمل 16 حبة، وانتم تقدروا تستعملوا حتى زوج حبات ولا ثلاثة وتقطعوها قطع. لهنا ديما الكمية نقول لكم حسب الذوق واش كاين عندكم في المنزل ومتوفر. شوفوا الدجاج كيفاه طاب، شوفوا الشكل تاعو يجي بزاف بنين في هذيك الصلصة. ونبدو نديروه قطع، القطع تكون شوية كبيرة ما تكونش صغيرة. لهنا راني استعملت نصف صدر دجاج ومازال سخون. متكثروش بزاف الملح خاطرش هذيك الصلصة راهي تنشف يجيكم سوا سوا. القطع خلوهم كبار، حاولوا توزعوا صدر الدجاج في كامل الأنحاء تاع الصينية ولا البلاطيكم تاع الفرن، شبكة كي تقسموا يجيكم فيه الدجاج والبطاطا والجبن. شوفوا الشكل تاعو. نجيبوا البيضة مسلوقة ونقطعها قطعة تكون عشوائية، تقدروا تستعملوا حتى زوج حبات تاع بيض تكون مسلوقين. انا هنا استعملت حبه بركه خاطرش الدجاج راهو عندي كميه كبيره. وتقدروا انتم تستعملوا نصف صدر الدجاج مع زوج حبات بيض مسلوقين. لازم نقطعها قطع ونوزعها في كيف الاطراف كيف تكون. دوكا نجيب هذه الصلصه اللي طفاها صدر الدجاج. لهنا راني كي صفيتها نحيت نصف الكميه باش باكا نسقي بها الكراطه تاعنا وما يجيش ناشف. راح نستعمل نصف الكميه تاع الصلصه. نضيفوا على الصلصه تاع الدجاج ربع بيضات. لهنا نديروا الملح، قيس البيض برك، انتم ذوقوا لاصوص تاعكم. لاصوص راهو مالح والفرماج راهو في الكراطه. فلفل اسود نضرب مليح. لهنا تقدروا تستعملوا حتى المعنوس، انا اليوم مانيش راح ندير فيها المعنوس. وانتم كي تحبوا تضيفوا ضيفوا وخلطوا مليح. لهنا استعملت الصلصه تاع صدر الدجاج باش ما يجيش هذيك البطاطا ما يجيناش الكراطا تاعنا ناشف من داخل. لازم نتاكدوا انه البيض انسجم مع لاصوص هذاك. نضيف هذا الخليط الصينيه اللي درناها، شوفوا كيفاه الصلصه جت فيه. كلمسه اخيره راح نضيف الجبن المبشور. لهنا تقدروا تستغنوا على هذه الخطوه، ما تستعملوش الجبن، هو اصلا راح يجيكم بنين. بصح انا حبيت نضيف الجبن المبشور راح يزيد يعطيه بنه. انا حبيت ندير الكميه هذه نحطها كامله على السطح. راح نضيف ليه رشه فيفا تاع معنوس ماشي بزاف.
درك نحطوه في الفرن وطيب الطاجين. كي تشوفوه طاب احكم قبل ما تخرجوه ضيفوا له شويه من لاصوص اللي خليناه باش ما يجيش ناشف من داخل، ونرجع نوريه لكم في شكله النهائي. راح نرفق الطاجين تاع البطاطا وصدر الدجاج بسلطه تاع خيار وطماطم. لهنا عندي حبه تاع خيار، نجيب هذه الاداه ونحكم ندير خطوط، نحكمش نحو القشره كامل، نحو غير جزء برك منها. هذا هو الشكل تاعها، شوفوا كيف خليتها. لهنا نجيب شوكه ونبدا ندير هذوما الخطوط اللي يجوا من خلال الشوكه. حطينا ديكور حبه الخيار، شوفوا طريقه سهله وبسيطه، والديكور هيكون بزاف هايل. نحكم نحي هذه من هنا ونغسل حبه الخيار ونرجع نكمل باقي الديكور. فوق من لابلونش نجيب هذه القطعه باش نحكموا نديروا الديكور تاع حبه الخيار، ونقطعوا بشكل ما نبقى نقطع فيها حتى نكملها. شوفوا الشكل تاع الحبه كيف يكون. بعد ما تكملوا تقطعوا الخيار ونجيبوا حبه تاع طماطم، راح نستعمل السكين تاع المنشار راح يساعدني في الخدمه. نبدا نقطع فيها بهذه الطريقه. السلطه تاع اليوم راح نديرها غير بالخيار والطماطم. كيما نعرفوا انه الخيار والطماطم مفيدين بزاف للبشره، لازم نكثروا منهم ونعلموا ولادنا ياكلوهم. ونكمل نقطع كامل الكميه اللي عندي تاع الطماطم، نحطها على جنب ونجيب لاسيت راح نزين فيها سلطه. انا اخترت هذا الصحن الابيض، راح يجي بزاف فيه الالوان هايلين. ونبدا نحطوا طماطم بهذا الشكل. ديك راح تعطينا منظر رائع. نعرفوا انه ديما الاخضر والاحمر كي نحطوهم في لاسيت تاعنا يعطينا منظر رائع. ونمشوا داير ساير على الصحن تاعنا، لازم تقطعوها بهذه الطريقه. هذا هو الشكل اللي تحصلوا عليه. درك نجيب الخيار ونبدا نحطوا حبه فوق من حبه، ونحاول ننزل باش تقعد الطماطم تبان. وتقدروا تزيدوا فيها حتى البيض والزيتون، حطوا حبه فوق حبه. لهنا بعد ما تكملوا تزينوا تحبوا ديروا في الوسط ورده تاع طماطم، انا حبيت نديرها بالبصل. لهنا راح نجيب سكين، لازم نستعمل هذه الطريقه المايله، ونبدا نشكل مثلثات. لازم نوصل حتى للوسط باش باكي نفتحها تفتح. هذه للديكور، خاصة انه كي يجونا ضيف ديما نحبو نديرو ديكور تاع سلايد. هذه سلطة بورتو ما فيهاش مكونات بزاف، بصح تجي شكلها مليح ويشهي ومفيدة للجسم في نفس الوقت. راح تشوفوا بكا منظرها في الاخير، شوفوا تتفتح بكل سهولة. كي تشوفوها ما تفتحتش، شوفها تتفتح عادي. وهذا هو الشكل تاعها. لهنا راح نحطها في لاسيت في الوسط، ونكمل نزينها بالزيتون. انا اليوم راح ندير الزيتون الاخضر، مانيش راح ندير الزيتون الاسود. نتاخذها مع الجوانب وراح يولي جاهزه معانا. انا نكمل نزينها ونتلاقي في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي للسلطه اللي درناها من الخيار والطماطم بركه بمكونات اقتصاديه. شوفوا الشكل تاعها قد واه يجي. انا نفضل اني ناكلها بلا لاصوص، واللي تحب دير لها لاصوص كيما حبت. ولهنا الطاجين تاعنا، شوفوا الشكل تاعو كيفاه جا، يجي بزاف هايل. كي يخرج بركة ديروا له لاصوص باش ما يجيكمش ناشف من داخل. هذه هي الصلصه اللي خليتها انا واحتفظت بها. لهنا راح نخليه يبرد ونقسم لكم تشوفوه كيفاه يجي من داخل. هذا هو الشكل النهائي للطاجين اللي درناه بالبطاطا وصدر الدجاج، مكونات اقتصاديه وفي دقائق يوجد. انا خليته برد وفرغته في الطبق هذا، وتقدروا تخلوه في المول تاعو كيما تخرجوه. رفقته مع لاصوص هذا، تحبوا تضيفوا لاصوص ولا تكتفوا كيما راه. وهذه السلطه اللي درناها غير من الخيار والطماطم، شوفوا شكلها قد واه جاي شهي. وهذه فكره مليحه، كي ما يكونش عندكم الخس تقدروا تستعملوا الخيار والطماطم. نقسم لكم باه تشوفوها كيف تجي من داخل. شوفوا كي قسمتها كيف تجي من داخل. ولهنا ها هي القطعه، شوفوا كيف نقسمو كيف يجي خفيف وطري. لهنا راني مازلت ما ضفتلوش الصلصه، تحبوا تضيفوا له الصلصه لكم الاختيار. درك معايا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ما تنساوش تبارطاجيوها عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش كل فيديو جديد نهبطو تشوفوه. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.